بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي مشاهدي القناة الطبية، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن ديكساميثازون. ديكساميثازون هي حقن، دواء ستيرويدي يوصف لعلاج حالات مختلفة تشمل الإعياء الشديد، ويجب أن يؤخذ هذا الدواء بانتظام للحصول على أقصى فائدة، ويجب دائما متابعة الطبيب مع استخدام ديكساميثازون. حيث يتسبب ديكساميثازون في حدوث بعض آثار جانبية في بعض المرضى، مثل تغير المزاج، شعور بالاكتئاب، شعور بالهياج، مشاكل بالمعدة. في حالة شعور بأي تعب يجب استشارة الطبيب فورا. بالنسبة لديكساميثازون، يتكون مكوناته يتكون من كورتيكو ستيرويد، يعمل على علاج كثير من الأعراض أو الأمراض الجلدية والتهابات الجسم، كما أن هذه الحقن عبارة عن أحد صور الكورتيزون الذي يستخدم في الكثير من الأدوية من أجل علاج الحساسية بالجسم والالتهابات الشديدة. دواعي استعمال حقن ديكساميثازون: يستعمل ديكساميثازون في علاج كل من الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، يعالج التهاب العين، ويعالج التهاب القناة السمعية، وهو مضاد للقيء والتصلب المتعدد. يعالج الأمراض الرئوية لأنه يستخدم كعلاج مساعد ولفترة قصيرة في الحالات التالية، مثل التهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل المقرصي والتهاب الوتر، ويستخدم في علاج فرط الحساسية، وخصوصا الحالات الشديدة من الحساسية التي لا تنفع مع الأدوية الأخرى، ويعالج أمراض العيون. حقن ديكساميثازون تساعد على اكتمال الرئة للجنين. في حالة تناول هذه الحقنة في الأسابيع الأخيرة من الحمل، وينصح بعدم تناولها بدون الرجوع لاستشارة الطبيب المختص، منعا لحدوث مضاعفات جانبية في بعض الحالات. ديكساميثازون للجنين: تستخدم حقن ديكساميثازون من أجل المساعدة في اكتمال الرئة للجنين الغير ناضج، كما تقوم بإفراز مادة تساعد على تقليل التوتر السطحي، وبالتالي يساعد على ترطيب بطانة الأكياس الهوائية التي توجد داخل رئة الأجنة. فمن الناحية العملية يساعد مركب ديكساميثازون الأكياس الهوائية بالرئتين بأن تنزلق فوق بعضها بسهولة بدون أن تلتصق خلال التنفس، وتساعد في الوقاية من متلازمة حدوث ضيق التنفس التي يتعرض لها المواليد عند الولادة المبكرة. بالنسبة لديكساميثازون واكتمال الرئة، يقوم بعض الأطباء بوصف حقنة ديكساميثازون للمرأة الحامل للمساعدة في اكتمال الرئة عند الجنين، وعادة ما توصف المرأة الحامل ما بين الأسبوع 28 والأسبوع 34 عند احتمالية حدوث ولادة مبكرة. بالنسبة لجرعة ديكساميثازون، يوصف ديكساميثازون بواسطة الطبيب، ويتم حقن ديكساميثازون في العضل أو الوريد أو تحت الجلد، وتعتمد الجرعة على حالة المريض، حيث تتراوح في البالغين من نص إلى 24 ملي جرام يوميا، ويكون الطبيب هو المسؤول عن تحديد الجرعة. بالنسبة للأطفال، تعد الجرعة المناسبة للأطفال من 3.1 إلى 2.1 ميلي جرام للكيلو جرام من وزن الطفل، ويجب أن تنقسم الجرعة إلى 3 أو 4 مرات في اليوم بناء على حالة المريض.
وتعليمات الطبيب المعالج للحالة، لأن الجرعات من هذه الحقنة تختلف حسب عمر المريض. طيب، إيه هي الأعراض الجانبية لحقن ديكساميثازون؟ يوجد آثار جانبية ولكن لا تظهر على جميع المرضى، وتشمل هذه الآثار الشعور بالاكتئاب والتفكير في الانتحار وحالات الهلاوس والهوس وتغير المزاج والشعور بالقلق. اضطرابات النوم، صعوبة في التفكير، ارتباك، ضعف الذاكرة، ايضا مشاكل في المعدة والامعاء. طيب، بالنسبة موانع استعمال حقن ديكساميثازون، يمنع استعماله اذا كان المريض يعاني من حساسية للديكساميثازون او اي من مكونات الدواء. بالنسبة للحمل، لا ينصح بتناوله إلا عقب تعليمات واستشارة الطبيب وفي حالة الضرورة خلال فترة الحمل. سعر حقن الديكساميثازون، سعر حقن الديكساميثازون 8 ميلي جرام 15 جنيه. سعر حقن الديكساميثازون أيضا نوع آخر 8 ميلي جرام على 2 ميلي ب25 جنيه. حقن الدكسا ميسازون 8 على 8 ملي جرام على 2 ملي 5 أمبول 25 جنيه. حقن دكسا ميسازون 8 جرام على 2 ملي 5 أمبول أيضا ب22 جنيه ونص. يوجد أسعار مختلفة ليها. بديل حقن دكسا ميسازون، قد يحدث تداخل كيميائي بين حقن الديكساميثازون وحقن ديكلوفين، ولذلك يجب إبلاغ الطبيب قبل تناول الاثنين مع بعضهم منعا لحدوث مشاكل. أيضا أفيل، لا يفضل تناول حقن ديكساميثازون مع دواء أفيل. طيب، لو كملنا كلام عن ديكساميثازون، فإن ديكساميثازون هو يستخدم لعلاج الأمراض الجلدية والحساسية وآلام المفاصل ونوبات الرب والتهاب الجهاز التنفسي والتهاب العيون. طريقة التناول، يوجد منه أقراص وحقن وقطرات وبخاخ ومرهم للجلد ومرهم للعيون. بداية الفعالية، يبدأ الفعالية بعد نصف ساعة. مدة الفعالية تصل إلى 72 ساعة. لو كملنا كلام عن ديكساميثازون، فإن ديكساميثازون هو المادة الفعالة فيه اسمها كورتيكو ستروييد، وهو يمنع إفراز المواد المسببة للالتهابات في الجلد. المواد المسببة للالتهابات في الجلد زي البروستاجلاندين، ويستخدم في علاج الكثير من حالات الالتهابات المختلفة في الجسم الناتجة عن أمراض الجلد واضطرابات الحساسية. زي ما قلنا، الأشكال الدوائية أقراص وحقن عضلية، حقن وريدية، قطرات، مراهم، كريمات، لوشن للاستعمال الموضعي، محلول شراب عن طريق الفم. بالنسبة لدواعي الاستعمال، يستخدم ديكساميثازون في علاج الالتهابات واضطرابات نقص المناعة ونقص الهرمونات، التهابات الجهاز التنفسي، التهابات العين والتهابات القرنية والتهاب العصب البصري والحساسية لبعض الأطعمة والأدوية، والالتهابات الجلدية المختلفة مثل الصدفية الشديدة وبعض المشاكل التنفسية مثل الربو والالتهاب الرئوي المزمن، وتعويض الهرمونات في حالة قصور الغدة الكظرية، وتشخيص متلازمة كوشينج والأمراض الروماتيزمية مثل التهاب المفاصل والتهاب القولون التقرحي. بالنسبة للسرطان، يستخدم ديكساميثازون مع العلاج الكيماوي للسرطان للتخفيف من الالتهابات والأعراض الجانبية لأدوية السرطان مثل القيء والغثيان، ويساعد في علاج بعض أنواع السرطانات مثل اللوكيميا والورم الليفي، ويستخدم في تحسين الشهية لمريض السرطان. بالنسبة للحمل، في حالات الولادة المبكرة قبل الأسبوع 34 من الحمل،
يصف الطبيب حقن ديكساميثازون للحامل لأنها تساعد على اكتمال رئة الطفل الجنين. بالنسبة لديكساميثازون والرضاعة، ينصح بعدم استعمال ديكساميثازون في حالة السيدة التي تقوم برضاعة طفلها رضاعة طبيعية، فإن الممكن من الممكن أن ينتقل ديكساميثازون إلى الطفل الرضيع خلال لبن الأم ويسبب آثار جانبية له. بالنسبة لديكساميثازون والمفاصل، يحقن ديكساميثازون في المفاصل لعلاج التهاب المفاصل، وتزداد الآثار الجانبية المحتملة مع الجرعات الكبيرة وتكرار الحقن، ويمكن أن يحدث تلف في الغضاريف وضعف في الأوتار وتلف في الأعصاب. بالنسبة لموانع استعمال ديكساميثازون، الحساسية لديكساميثازون، أيضا قرح المعدة والاثنى عشر، أيضا مرض السكر، مرض ارتفاع ضغط الدم، مرض زيادة النشاط الغدة الدرقية، أيضا مشكلات العين والرؤية، أيضا التهابات الفطرية، مشكلات القلب، هشاشة العظام، مرض السل، مرض الملاريا. من الأخطاء الشائعة استخدام ديكساميثازون لزيادة الوزن، ولكن هذا الأمر شديد الخطورة مع أنه يسبب زيادة في الوزن، ولكن هذه الزيادة تتمثل في احتباس السوائل تحت الجلد، وتكون زيادة مؤقتة بمجرد توقف الدواء، تخرج السوائل من الجسم ويعود لوزنه الطبيعي. توزيع الدهون بشكل مختلف فتتراكم في أماكن معينة في الجسم مثل الوجه والبطن والرقبة. بالنسبة لديكساميثازون يستخدم على نطاق واسع كحقن للبرد ونزلات البرد، هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي وتأخذ من أسبوع إلى أسبوعين وتختفي بدون أدوية. من الأخطاء الشائعة أيضا استخدام ديكساميثازون في علاج البرد، وانتشرت فكرة تركيبة لعلاج البرد تحتوي على مضاد حيوي وديكساميثازون وحقنة مسكن اعتمادا منهم كعلاج سريع وفعال للقضاء على البرد، ولكن هذا خطأ لابد من تجنبه للحفاظ على الصحة. بالنسبة لديكساميثازون، لو كملنا كلام عنه، دواء ديكساميثازون هو ستيرويد قشري يمنع إطلاق المواد التي تسبب التهاب في الجسم، يستخدم لعلاج حالات التهابية مختلفة مثل الاضطرابات الحساسية والأمراض الجلدية، يستخدم في علاج التهابات مثل التهاب القولون التقرحي، التهاب الجهاز التنفسي، التهاب المفاصل، اضطرابات التنفس. وتوجد أنواع تجارية من ديكساميثازون مختلفة، ولكن لم يتم ذكر كل الأسماء التجارية له. بالنسبة كيف يجب أن أتناول ديكساميثازون، يجب الالتزام بالتعليمات المذكورة في الوصفة الطبية وقراءة جميع الموجود في التعليمات المرفقة مع الدواء، وقد تتغير جرعة الدواء الموصوفة عند الخضوع لعملية جراحية أو الإصابة بالمرض أو القلق أو في حالة طبية إسعافية، ويؤثر هذا الدواء على بعض الاختبارات الطبية، ولذلك يجب إخبار الطبيب بهذه الملحوظة. ونأتي إلى ما يجب تجنبه عند استخدام ديكساميثازون. يجب تجنب الاقتراب من المصابين بالمرض أو العدوى، ويجب استشارة الطبيب لآخر العلاج الوقائي في حال تعرضت لمرض مثل جدري الماء أو الحصبة، وقد تكون هذه الأمراض خطيرة أو مميتة لدى من يستخدمون الأدوية الستيرويدية، ويجب تجنب تناول الكحول طالما تستخدم الدواء. وفي نهاية الفيديو أشكر لحضراتكم حسن الاستماع، والرجاء دعم القناة والاشتراك في القناة وضغط لايك إذا أعجبك الفيديو، وشكرا، والرجاء أن تكونوا قد استفدتم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.